توفي الفنان المصري هشام سليم عن عمر بلغ 64 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان، وذلك وفق ما أعلن نقيب الفنانين أشرف زكي. نستعرض في هذا التقرير أبرز المحطات الفنية في مسير الفنان المصري الراحل. أنا ما بتكلمش عن الحرب في حد ذاتها، أنا بتكلم عن أثرها على أخوي اللي كان طاير بجناحين في السماء، جناح الإنجازات الضخمة. هو واللي معاه ما شافوش شوية، ده احنا بنسمع حكايات تشيب. كان مستخبي فين ده كله؟ ايه اللي جرالك يا مصر؟ انت كنت دايما تقول يا توفيق مصر زي العين عليها حارس،